السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ قصتنا النهاردة يا ولاد قصة آداب المسجد. قصة ايه؟ آداب المسجد. تعالوا نشوف مع بعض. جلس عمر مع أسرته لتناول طعام الفطور. صاحبنا عمر هنا الجميل قعد مع أسرته بيتناول معهم طعام الفطور. الصورة الثانية، وقف عمر أمام المرآة يصفف شعره وملابسه ليستعد للنزول إلى المسجد. صاحبنا الجميل عمر هنا وقف قدام المراية بيسرح شعره وبيلبس ملابسه الجميلة النظيفة عشان ينزل مع باباه للمسجد. في الصورة الثالثة، ذهب عمر مع والده إلى المسجد. الصورة الرابعة، خلع عمر حذاءه ووضعه في المكان المخصص للأحذية. طبعا احنا لما بنيجي ندخل المسجد يا ولاد ما ينفعش نحط الحذاء او الشوز بتاعنا في اي مكان، في مكان مخصص بنحط فيه الأحذية بتاعتنا، لان ارض المسجد ارض طهرة ما ينفعش الناس تمشي فيها بالأحذية اللي كانت ماشية بيها في الطريق وتدخل بيها على المكان الطاهر ده، لان ده مكان صلاة. صورة رقم 5 معانا، قال والد عمر، هناك آداب للمسجد يا عمر لا بد من اتباعها. ندخل المسجد بالقدم اليمنى. طبعا بابا عمر قال له ايه؟ في آداب للدخول المسجد يا عمر، ما ينفعش كده ندخل كده كأننا داخلين كده ايه أوضة، كأننا داخلين بيتنا. لا لا، في آداب بنتبعها. ايه هي؟ اول حاجة لما اجي ادخل المسجد لازم ادخل برجلي اليمين، هي دي اللي تدخل اول حاجة. طيب في الصورة رقم 6، ردد عمر دعاء دخول المسجد كما علمه والده. ايه هو بقى الدعاء اللي بنردده واحنا داخلين المسجد يا ولاد؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك. رددوا كده معايا، انا سمعاكم. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. تمام. في الصورة رقم 7، وقف عمر مع والده في صفوف المصلين. طبعا الناس الجميلة اللي بتصلي دي دايما بتبقى واقفة في صف مستقيم جدا، ما ينفعش واحد واقف يمين واحد شمال واحد قدام واحد ورا، لا احنا بنبقى واقفين في صف واحد منتظم. صورة رقم 8، أنهى عمر صلاته مع والده ثم خرج من المسجد بقدمه اليسرى قائلا الدعاء، اللهم إني أسألك من فضلك. خلص عمر صاحبنا الجميل الصلاة وهو وباباه خارجين من المسجد. باباه فكروا طبعا بالدعاء اللي بنقوله وإحنا خارجين من المسجد اللي هو إيه؟ رددوا معايا، اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم إني أسألك من فضلك. طبعا القصة الجميلة دي يا ولاد تشجعنا على إيه؟ إن كل ولد فينا وكل بنوتة فينا تشوف ماما بتصلي تصلي معاها، شايف بابا نازل يصلي الجمعة، بابا بيصلي في البيت، تشجعنا على إننا إيه؟ نلتزم دايما في الصلاة، علشان ده شيء جميل يحبب ربنا فينا ويخلي دايما كل حاجة بنعملها فيها بركة. وما ننساش دايما نظافة جسمنا ونظافة مظهرنا وجماله وإحنا نازلين نصلي، لأن إحنا نزلنا للمسجد ده معناه إن إحنا رايحين نقابل ربنا. ينفع نقابل ربنا وإحنا شكلنا مش مهندم أو شعرنا منكوش أو لبسنا مش نظيف؟ طبعا ما ينفعش كل دوت، إحنا رايحين نقابل ربنا اللي خلقنا، فلازم نكون في أحسن صورة. تمام كده؟ ماشي حبايبي، هقابلكم بقى إن شاء الله في درس تاني جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله الترم التاني كمان. باي باي.